السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم مستر محمد دلوقتي احنا بنشرح يونت 4 في منهج الكونكت الخاص بجريد 3 يلا بينا مع بعض نشوف اليونت بتتكلم عن ايه اليونت بتاعتنا بتتكلم عن I love my home انا بحب البيت بتاعي يلا معايا مع بعض كابورد كابورد كاوتش تشير تشير باك كيس. باك كيس. television television math book math book, I, I Don't know. I don't know on on behind behind adding adding multiplied by times multiplied by times division division fade the cat Feed the cat. Cat the vegetables. Cat the vegetables. Set the table. Set the table. Glass. Glass. Liquid. Liquid. Table. Table. Lamb. Lamb. Armchair. Armchair. Clock. Clock. Look for. Look for. Homework. Homework. Living room. Living room. Next to. Next to. Between. Between. Multiplication. Multiplication. Divided by. Divided by. Equal. Equal. Make my bed make my bed sweeps the floor sweeps the floor bowel bowel sand sand shape shape desert desert melt melt farmer farmer give give vegetables vegetables chemical Chemical, water, water, the Nile, the Nile, plant, plant, market, market. Hair, hair, bear pear, chair, chair, ear, ear, beard, beard. Honey. What are you doing? انت بتعمل ايه يا هاني؟ I'm looking for my math book. انا بدور على كتاب الماث بتاعي. Do you know where is that? هي انت عش... انت يعني عارف هو فين؟ No, I don't know. انا مش عارف. I can't find it and I have math book. انا لا استطيع ان اجده. وعندي واجب رياضة. I can help you find your book. انا ممكن اساعدك انك انت تلاقي كتابك. Okay, I'm looking on the bookcase. أنا هبص على خزنة الكتب. Can you lock in the cupboard, please? ممكن أنت تبص في الدولاب من فضلك. راح قال له It is here. ده هنا. In the cupboard next to the photos. إنه هنا في الدولاب بجانب الصور. Thank you. بس كده. تعالوا نشوف الجرامر بتاعنا. السؤال شخص عما يوجد في حجرة المعيشة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عايز اقول انت موجود ايه في اوضتك او ايه اللي موجود في الغرفه واقول ايه why is in your living room why is in your living room? ماذا يوجد في غرفه الايه المعيشه why is in your living room ايه اللي موجود فين في حجره المعيشه لما اجي اجاوب عايز اقول يوجد كذا بستعمل التعبير ده there is there is واقول بقى there is table there is couch there is chair there is a clock there is lamp يبقى كلمه there is معناها يوجد لو حاجه مفرد يبقى يوجد لشيء مفرد طيب لو يوجد لشيء جمع هقول there are طيب تعالوا نسال هنا what is in your living room ايه اللي موجود في living room؟ ها there is a photo يبقى استعملت هنا ايه ها there is اللي بعد what is in your living room إيه اللي موجود في living room؟ ها هقول there is ها a chair What is in your living room? Huh? There is a lamp. Huh? What is in your living room? There is a chair. وهكذا يبقى what is in your living room ده السؤال اللي احنا بنستعمله عن ما يوجد في داخل الغرفه. الاجابه بنقول there is بنقول there is. طيب. خلي بالك بقى ان احنا لما نقول what is بتساوي what's كده وزير is برضو بتساوي الكلمة دي there is يعني نفس الشكلين لحاجة واحدة كلمة ضرب يعني خمسة في أربعة كلمة في ديت اللي هي الضرب اسمه multiplication لما أجي أقول حاصل ضرب رقم كذا في كذا كام أقولها إزاي هقول what is الرقم الأول times الرقم الثاني يعني إيه الكلام ده يعني عايز أقول لك أربعة في خمسة هقولها إزاي بالإنجليش بقول لك what is الرقم الأولاني مين 4 يبقى what is 4 واكتب كلمة تايمز، كلمة تايمز يعني في يبقى في دي بتساوي كلمة تايمز وخمسة معناها فايف يبقى اقول وات از واقول الرقم الاول وبعد كده كلمة في بنترجمها بكلمة تايمز وبعد كده الرقم الايه؟ الثاني. طيب تعالوا ناخد مثال ثاني، تعالوا ناخد مثال ثاني. ضرب 4 في 2 يبقى اقول وات تايمز 4 تايمز 2 تمام؟ طيب ما هو ناتج ضرب؟ 2 في 3 وات ها از 2 times 3 لما اجي جا اجاوب واقول ايه بقى 2 times 3 is 4 times 2 is 4 time... times 5 is واقول الناتج بعد كلمة is يبقى is إيه دي بعدها الناتج هنقوله على طول تمام؟ طيب لو انا بقى عايز اقسم يعني عايز اقول 5 على 4 بصوا بقى سهلة قوي كلمة اسمها اسمها division فانا عايز اقول 10 على 2 اقولها ازاي بقول الرقم الاول اللي هو 10 واقول كلمه على اسمها divided by الرقم الثاني وكلمه ايكوال يعني يساوي واقول النتيجه طيب 18 على 3 هقول ايه ها 18 divided by 3 equal واقول 6 اللي بعده 14 على 2 هقول 14 divided by 2 equal 7 تمام كده طيب <applause> تعالوا بقى نقرأ الـ الكي sentence. What are you doing؟ ماذا تفعل؟ I'm looking for my math book. أنا بدور على كتاب الماث. Do you know where it is؟ أنت عارف هو فين؟ I can't find my book and I have math homework. وعندي واجب ماس I can help you find your book. أنا ممكن أساعدك إن أنت تلاقي كتابك. What is in your living room؟ إيه اللي موجود في غرفة الـ living room بتاعتك؟ There is an armchair next to the cupboard. في armchair كرسي بمسند جنب الدولاب there is a lamp on the table وفي لمبة على التابل there is a case behind the table there is a television between the armchair في تلفزيون بين الكرسيين I feed the cat and I sweep the floor أنا بأطعم أو بأكل القطة وبنظف غرفتي I cut the vegetables and make my bed. أنا بقطع الخضروات وبظبط سريري ورتبه. I set the table in the homework. أنا بجهز المائدة وبعمل واجبي. Why is your 4 ؟ ما حاصل ضرب 4 في 4 الإجابة 16. 4 times 5 is 20. 4 في 5 ب 20. 10 divided by 2 equals 5. 10 على 2 بيساوي 5. He has a red hair and white beard. هو عنده شعر أحمر وحلية بيضاء. Aaron, iron I'm sorry iron or is natural resources خام الحديد من الخامات الطبيعية اسمه آين ده كده كان اليونت بتاعتنا بتاعت النهاردة أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منها وده طبعا هوم هنعمله كلنا وينحله وأي حد عنده أي سؤال ما يترددش إن هو يبعت لنا ويسألنا احنا في خدمتكم ده كده كان اليونت بتاعتنا النهاردة وإن شاء الله أشوفكم في حلقة تانية جديدة بإذن الله تعالى مع السلامة